أهلا وسهلا بكم في قناة ترددات. وبس الآن نعرض عليكم تردد قناة الأنوار الثانية الجديد، وهي قناة فضائية عراقية تتبع مذهب الشيعة، تعرض مجموعة من البرامج السياسية والدينية المختلفة على القمر الصناعي نايل سات، تعرض مجموعة مستمرة وكبيرة من البرامج التي تناقش قضايا المجتمع العراقي وما يحدث في البلاد من أحوال سياسية، كما أنها لا تنسى الدور الديني لها. ولا يوجد علاقة بين قناة الأنوار الثانية وبين قناة الأنوار الأولى، لأن مؤسس القناة كان أحد مؤسسي القناة الأولى، وليس لهم علاقة بعضهم البعض إداريا. ما يربطهم فقط هو الاسم، ولكن هناك اختلاف كبير بين محتوى القناتين. وهي قناة فضائية عراقية تعمل على عرض مجموعة كبيرة من البرامج التي تناقش القضايا العامة للبلاد العراقية وما يدور بها من أحداث، فهي تنقل الحدث من الشارع مباشرة يد مجموعة كبيرة من المراسلون الخاصة بالقناة الذين يعرضون حياتهم للخطر، كما حتى ينقلوا الخبر بكل صدق وحيادية. تردد قناة الأنوار الثانية 2022، يوجد تردد واحد على القمر الصناعي نايل سات. إذن تردد قناة الأنوار الثانية 2022 على القمر الصناعي نايل سات، القمر الصناعي نايل سات، التردد 11.096، الاستقطاب عمودي، معدل الترميز 27.500، مآمل التصحيح 5.6، الجودة ST. إذن القمر الصناعي نايل سات، التردد 11.096، الاستقطاب عمودي، معدل الترميز 27.500، مآمل التصحيح 5.6، الجودة ST. إذن نكرر وأخيرا، تردد قناة الأنوار الثانية 2022 على القمر الصناعي نايل سات، التردد 11.096، الاستقطاب عمودي، معدل الترميز 27.500، مآمل التصحيح 5.6، الجودة SD. اسم القناة على قائمة القنوات أنوار TV2. وبذلك نكون قد وفرنا لكم تردد قناة الأنوار الثانية على نايل سات. لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.